كما ودع المشيعون جثمان الشهيد النقيب محمد وهبة الذي كتب على حسابه في فيسبوك عبارات عن إحساسه بقرب استشهاده. وفي المنوفية شيع أهالي أشمون جثمان الشهيد أمين شرطة شعبان محمد عبد الحميد في جنازة عسكرية وشعبية حاشدة، وتبنت حركة حسم الإرهابية مسؤوليتها عن الحادث. مش بالعدد كم أم حزنت عالولد، سبت البطل زي الوتد، قال المهم إن البلد ما تتهدش يا أمي، بلاش تحزني تبكي لأنه ما جاش، بتترجم بكم فيك عاش ودول عايشين. الأغنية اللي شفتوها دي بصوت الشهيد محمد وهبة. الشهيد محمد وهبة يا جماعة حالة، يعني لو انت عايز تدلل على عناق الاستشهاد وانتظار الاستشهاد والتصالح مع الموت ومع الاستشهاد وانتظاره وكأنك تعرف موعده بحسك، يعني محدش بيعلم الغيب طبعا، ولكن هو شعور وجداني داخل هذا الشخص. ادرس حالة محمد وهبة سواء في البوست اللي كتبه امبارح اللي قلنا لكم عليه، اللي شفتوه اللي شايفينه ده على الشاشة، وهو الحقيقة بوست بيوضح تماما يعني الناس ازاي بتستعد حقابل رب كريم يعني، وبيدعو فيها لانه الناس تسامح بعضها ومحدش واخد من الدنيا حاجة، وانك يعني قابل ربك بقلب سليم والدنيا لحظة يعني حال. وده كتبها قبل الاستشهاد باقل من ساعة ونص او ساعة ونص يعني. هنا حالة محمد وهبة تديك لو عايز تعمل تحليلا نفسيا ووجدانيا للشهيد، وهل هو بيستقبل حالة الاستشهاد ازاي وبيشعر بيها ولا لا؟ لانه احيانا في عمليات استشهاد كتير تلاقي الاب يقولك ايه ده، كان ابني بيكلمني امبارح وبيقول لي وكأنه كان يتوقع استشهاده، انه والله يعني ده احنا هنقابل ربنا. ويعني هنا تلاقي دايما كلمات الشهيد قبل ساعات قليلة من استشهاده وكأنها تعبر عن هذه الحالة اللي ما بيحسهاش لنا ولا انت ولا اي حد، يشعر بها الشهيد وحده. كمان محمد وهبة حالة بيغني، يعني شايفين حالة وبيغني كمان عن التسامح والوحدة الوطنية وعن مواجهة الإرهاب وعن استهداف كمائن الشرطة. شوفوا ازاي بيستخدم الفن اللي هو لغة حياة ولغة وجدان، ويستخدم هذه اللغة في التعبير. يعني حتى نشوف الأغنية دي، في أغنيتين وفي أغاني لمحمد وهبة، لكن شوفوا ازاي ضابط شرطة يقاوم جماعات إرهابية، يحمل سلاحه ويحمل معداته العسكرية في المواجهة، لكن كمان عنده يقين داخلي وعنده سلاح تاني، الفن والأغاني اللي ربما بيحفز نفسه بيها وبيحفز المجتمع بيها. دي أغنية تانية أيضا، في أغنية أذيعت ودي أغنية لمحمد وهبة، عشان تشوفوا ازاي حالة محمد وهبة الشهيد محمد وهبة تستدعي التحليل النفسي والوجداني لشخصية الشهيد. يوم صلواتنا احنا الاتنين، جمعة وحد قاموا قاتلين، حنا واخوه احمد في جامين، وانا فرقوا بين ملة ودين، قالوا علينا اننا كفار واللي بيقتلوا دول شطار، الفجرين داخلين الجنة وعارفين مين داخلين النار. لما أذان القدس لغوه من باب كنيستهم أذان،
أذنوا فيها الله أكبر مسلم ومسيحي هتفوا. لما أذان القدس لغوا من باب كنيستهم أذعوا، أذنوا فيها الله أكبر مسلم ومسيحي هتفوا. انتوا أساسا فكركوا جه، موت الناس في حياتكم سهل، لو قرآننا وكان إنجيل عمر الدين يحل القتل. يفضل صاحبي حبيبي مريس، غالي عليا وانت رخيص، ولا تسوى في حياتنا تعيش، انت جبان وضعيف يا خسيس. لما أذان القدس لغوا من باب كنيستهم أذعوا، أذنوا فيها الله أكبر مسلم ومسيحي هتفوا. لما أذان القدس لغوا من باب كنيستهم أذعوا، أذنوا فيها الله أكبر مسلم ومسيحي هتفوا. جماعة يعني شهيد كما يحمل سلاحه، لكن شوفوا كمان استخدامه للغناء واستخدامه للفن وانتقائه لكلمات كلها بتعبر عن الوحدة الوطنية وعن التسامح والتجانس. لغة الحياة تجدها في شهيد فارقنا منذ ساعات قليلة، لكن كل ما فيه يتعلق بالحياة. لو عايز تتعلم فن الحياة هتتعلمها من شهيد بهذا الشكل. لو عايز تشوف شهيد ازاي بيعيش هذه الحالة، حالة عناق الموت ولحظة الاستشهاد وعدم الخوف منها واستقبالها وكأنه يحتضنها، حللوا شخصية الشهيد محمد وهبة. تعالوا نشوف جنازة الشهيد محمد وهبة أيضا التي أثارت مشاعر الجميع. ادخلوا على صفحته وشوفوا كان بيقول لهم ايه. مش عايز يكفرهم، حتى مش عايز يكفرهم. معاش راجل وما ماتش، هو زي ربنا ما بيقول. وحقه ايه؟ وحقه عند ربنا، وحقه هيجي سيدات في الدنيا وفي الاخره. هو راجل، واخر مره شافه امبارح كان بيصلي. والله العظيم اخر مره امبارح شافكم بيصلي. معاش راجل ومات راجل، مات راجل، مات راجل. كفايه سيرته في شغله وفي اصحابه. أخويا شقيق الوحيد. الحمد لله. آخر مرة كلمني كان امبارح الساعة 8:30، كان عمال يضحك، وكان في نص مكالمته عمال يوصيني على نفسي، يقول لي خدي بالك من نفسك، مش عايزك في يوم تبقي زعلانه. فبقول له يا محمد انا كويسه ما فيهاش حاجه. قال لي بس انا بقول لك كده خدي بالك من نفسك. وكان عمال بياكل مصاصه، فانا عماله بضحك معاه. اقول له انت بتاكل مصاصه يا محمد؟ قال لي اه انا لسه عيل. ودي كانت اخر مره اتكلمنا فيها، ومفروض ان هو كان عازمنا النهارده، كان مجمعنا كله عنده في البيت، وكان بيقول لي معانا بكره الساعه 3، معانا بكره الساعه 3. انا كنت متخيله معانا بكره دي على الغدا، مش معاد الفراق بتاعنا. حسب الله ونعم الوكيل فيهم يا رب. واحنا عايزين القصاص، لان كل يوم قلبنا بيتوجع على ناس قريبين لينا. قال لي يوم الثلاثة هنتقابل
وتعالى نتقابل ونخرج ونبقى مع ناس قريب يعني. فأدينا النهاردة التلاتة وقريب كلهم ومحمد بس. فتقابلنا حتى القصيدة بتاعت الشهداء هم الشهداء يعني، كل الحاجات دي كان مؤلفها. ممكن كان عنده استعداد، كان هو كان عنده استعداد، هو كان دايما بيقعد يقول ان انا نفسي ابقى شهيد. لما كنا بنتكلم عن الناس بتوع شهداء سينا كان بيقول انا نفسي ابقى زيهم. لما قرب من ربنا الحمد لله ربنا جابه عنده الحمد لله. اتمنى ان انا احصل ان شاء الله شهيد برضه. لا والله العظيم اقسم بالله اتمنى احصل شهيد. شهاده نعمه كبيره من ربنا. النهارده بغسله هو طبعا يعني عمره يعني الحمد لله ما بيخاف. بس هو كان كاتب يعني كلام عن النت قبل ما يستشهد بحوالي 3-4 ساعات. يعني كاتب التسامح بين الناس، ان الدنيا مش دايما. مش هقول الله يرحمه، معلش انا مش عارف اتكلم. منهم لله وهم هيستفيدوا ايه؟ ما خلاص هو راح دلوقتي. منهم لله الحمد لله يعني ربنا بيحبه وخده شهيد، وهو كان نفسه كده من زمان. ربنا يكرمه يا رب ان شاء الله. محمد مش انسان عادي. انا كنت بشوفه ملاك، والله العظيم كنت بشوفه ملاك. ساعه حادثه الكنيسه والله يا جماعه والله العظيم محمد كان بيكلمني على التليفون منهار، كان متعصب جدا وقال لي مش لازم نعمل حاجه. قعدنا كنا بنكتب كده بنهرج والله يعني، ما كانش ترتيبه فاهم. انا بعرف اكتب حاجات كده اهوت، فظبطت معاه حاجتين، بنكتب كلمه في كلمه في كلمه وعملنا اغنيه لحنها مش هتتخيلي عامله ازاي. فرحان والله العظيم فرحان. انا بس زعلان على فراق، لكن والله فرحان. انا مش زعلان على فكره، لانه محمد ما ماتش. محمد والله العظيم محمد شهيد. قالوا علينا اننا كفار، واللي بيقتلوا دول شطار. الفجرين داخلين الجنه وعارفين مين داخلين النار.